أما على مشاهدينا وصلنا لتاني فقراتنا الصباحية لليوم ومع العمل الإنساني مع مؤسسة رياديون للمسؤولية المجتمعية. طبعا هي المؤسسة اللي قدرت تغطي مختلف الشرائح من خلال نشاطاتها وفعالياتها وأيضا الأعمال التطوعية. اليوم رح نحكي أكثر عن هي الجمعية وأيضا عن العمل التطوعي. ومثل ما بنعرف نحن العمل الإنساني دائما السوريون متعودين على العمل الإنساني وخصوصا بظل الأحداث اللي مرقت فيها سوريا. كثير من المؤسسات قدرت تثبت فاعليتها على الأرض وكثير من الأيادي البيضاء فعلا قدرت أن تساعد وتوثق هذا الشيء بمختلف الشرائح العمرية بالإضافة للدعم المعنوي اللي كانت عم بتقدم لهم. يا يارشا أكيد ليلى مثل ما ذكرتي سنوات كثيرة من حياة السوريين العمل التطوعي كان هو جزء من المجتمع. شفنا شباب وصبايا كان عندهم همة جدا جميلة قدروا بمبادرات كثير شخصية خلينا نقول حتى ولو كان على بداية على حسابهم الشخصي انه يعملوا شيء شكلوا مجموعه وينزلوا فيه على الارض وشوي شوي يتطوروا لحتى قدروا يثبتوا نفسهم. كثير من الجمعيات السوريه شفناها ان كان كورونا وشفناها كان بالزلزال وغيرهم لهلا متواجدين عم يقدموا الدعم الانساني اللوجستي والمادي لكل حدا اليوم هو بحاجه. رياديون اليوم هي الجمعيه رح نتعرف عليها اكثر وايضا حنتعرف على ضيف مع الاستاذ رشيد حي هو من الداعمين ايضا للجمعيات الخيريه الانسانيه ونحن اليوم بحاجة جدا لهدول الداعمين ليقدروا الجمعيات يكفوا عملهم بشكل جدا جيد على الأرض. اليوم رح نرحب بضيوفنا لليوم ومعنا السيد رشيد الحجار وحضرتك منسق الفعاليات والمبادرات في المؤسسة. سعد صباحك أستاذ. أهلا وسهلا بحضرتك. أيضا بدي رحب بالسيد محمد الجندلي وحضرتك مساهم في الجمعيات الخيرية. أهلا وسهلا فيكم. سعد صباحكم أهلا وسهلا فيكم. بالبداية رح نبلش من عندك أستاذ رشيد، خلينا نتعرف أكثر عن المؤسسة، عن تاريخ التأسيس وأيضا عن الأهداف. يعطيكم ألف عافية. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. مؤسسة رياديون هي مؤسسة غير ربحية معنية بالعمل المجتمعي. عدنا جميع فينا نقول سبع أقسام ركز فيهم بالجمعية اللي هن تمكين المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن ومساعدات الإغاثية. شغلنا بشكل عام بيكون بريف دمشق تمام، ولكن احنا ممكن نطلع اي منطقة بريف بمحافظات سوريا تمام، ولكن ضمن الموافقات الرسمية من وزارة الشؤون الاجتماعية والأعمال. بنتمنى نشوفكم نحن بكل المحافظات السوريه، ابتديتوا من ريف دمشق واكيد للحلم بقيه نشوفكم دائما بالمحافظات ولكن بظروف السلم نحن طبعا حاش حرب اليوم يعني. استاذ محمد بدي صبح عليك عن جديد، اهلا وسهلا بحضرتك. مساهم بالجمعيات الخيريه، يعني اليوم ايادي بيضاء اليوم عم تمتد لهي الجمعيات لتقدم لهم الدعم والمساعده، خلينا نحكي عنك عن عملك ضمن هي الجمعيات. لا انا عندي فعاليه تجاريه نعمل على تامين المواد الغذائيه وتقديمها للمستهلك باقل الاسعار للجمعيات الخيريه والمستهلكين بشكل عام. طيب اليوم الرياديون فقط هي المختصه بهي المساهمه او لا نحن اليوم لجميع الجمعيات؟ لا يوجد لدينا بعض الجمعيات على مدار العام و نقدم لهم مساعدات، نقدم لهم سلال غذائية طبعا بالتعاون معهم أكيد. اليوم في تشبيك سلال غذائية، كوبونات شرائية على مدار العام. الله يعطيكم ألف عافية. بدنا نرجع لعندك أستاذ رشيد، خلينا نحكي عن التنمية المستدامة، أهدافها قديش إلى أهمية كثير بالمجتمع؟ طبعا الأهداف المستدامة هي كثيرة تمام، ولكن نحن بمؤسسة رياديون مركزين فيها على سبع أهداف تمام، اللي هن القضاء على الفقر بشكل تام وزيادة الوعي الصحي والنفسي لجميع المواطنين. الاستدامة احنا عندنا بمؤسسة رياديون هي واحدة بس، انه احنا نترك اثر وبصمة لمؤسسة رياديون بأي عمل احنا بنشتغله حاليا تمام لمدى سنوات لا يتوقف تماما. احنا خلينا نقول بلشنا من 2020 لحد الآن الحمد لله ما وقفنا ولا لحظة، كنا جاهزين لأي عمل نحن نشتغل فيه تماما. انطلقنا ب 2020 ولا حنوقف دقيقه الحمد لله، يعني باذن الله نحن مستمرين لاخر نفس ان شاء الله دائما بدنا مستمرين.
اكيد اليوم التشويق جدا مهم. السؤال لحضرتك استاذ رشيد ولحضرتك استاذ محمد، لانه ما فينا ما نسمع اجابه الطرفين كونه حضرتك مساهم وحضرتك اليوم من المؤسسين ضمن الجمعيه. اليوم التشبيك ما بين الجمعيه وما بين المساهمين واهميه العمل التطوعي، كيف عم يكون التشبيك ما بين حضرتكم وما بين اي حدا مساهم مو بس الاستاذ محمد؟ طبعا التشبيك هو بجمعيات كثير مهم وهو دور اساسي بكل جمعيه. فينا نقول التشبيك هو بدايه ببلش من تشبيك الاصغر اللي فينا نقول هو تشبيك ما بين الفرق والجمعيات والمؤسسات، بينتهي بين السبونسرات. تماما. التشبيك هو لازم يكون بكل جمعيه لاستمراريه العمل، لضمان تقديم افضل خدمات للمستفيدين. التشبيك بيكون عن طريق التواصل ما بين الشركة أو السبونسر والمؤسسة. كيف لقيت التجربة أستاذ محمد بهذا المجال؟ أنا لقيتها كتير حلوة، وإن شاء الله دائما حنكون مع رياديون بإذن الله. كم سنة لك؟ كم سنة لك ضمن رياديون؟ نحن عملنا هاي الفعالية لأول مرة مع رياديون بس أعطت صدى كتير حلو الحمد لله. فرحة الأطفال، ابتسامة على وجوههم. يمكن هاي بتكفيك وقت اللي بتكون يعني ثمرت هذا الفعل الخير. كانت كافية وإن شاء الله يعني قررنا للأكثر إن شاء الله. إن شاء الله. أكثر إن شاء الله. رح نرجع ونكفي لقائنا بس رح أروح لنتابع تقرير لمة فرح من منطقة عربين، نتابعه سوا. إيماناً بأهمية المسؤولية المجتمعية والعمل الإنساني، أقامت مؤسسة رياديون للمسؤولية المجتمعية فعالية باسم وقت الفرح، وذلك في منطقة عربين بحضور عدد كبير من الأطفال. اليوم فعالية وقت الفرح بمناسبة اليوم الطفل العالمي، حبينا نفرح الأطفال بمناسبة هذا اليوم. عندنا فئتين من الأطفال، فئة ذوي الإعاقة وعندنا فئة الأيتام. طبعا نحن بمنطقة عربين حاليا مثل ما نكون شايفين أنتو، هي الأنشطة تفاعلية للأطفال، ألعاب للأطفال، رسم على الوجوه. اليوم يوم الفرح لأنه اليوم عاملين مؤسسة رياديون، طبعا جمعية سراج بالتعاون مع مؤسسة رياديون، المؤسسة المحترمة عاملة بيوم الفرح للأطفال، اليوم العالمي للطفولة، عاملة شيء حلو. هي الفعالية المشهد عم يحكي لحاله. هذا يوم عالمي بالنسبة لنا لأنه يوم الطفل العالمي، الناس سعيدة بهذا اليوم وهي رسالة قوية جدا لنوصلها لكل العالم، مشان نقول له نحن بخير وحنبقى بخير وسوريا إن شاء الله بألف خير. هاي الفعاليات نحن بوقت صعب وهي حقيقة بترفع من السوية النفسية للأطفال اللي نحن عم نستهدفهم بيوم الطفل العالمي، ونحن ما بننسى إنه بهالوقت الصعب مرينا بحرب طاحنة، في كتير ناس فقدوا آبائهم وفقدوا أهلهم، نحن عم نجيب الأطفال اللي فقدوا أحد الأهل، عم نعيد دمجهم بالمجتمع. عملنا فعالية للأطفال ذوي الهمم والإعاقات مع الأطفال السويين، حبينا نعمل لهم نشاط بيوم الطفل العالمي نفرحهم. إن شاء الله نحن اليوم حنحاول نغطي الفعالية ونكون ممتنين للمؤسسات اللي عم تقدم بهالفعالية نفرح الأطفال. وغايتنا نوصل البهجة ونوصلها للعالم، نرجي العالم إنه لساتها سوريا بخير وإن شاء الله الأمور كلها تصير للأحسن. مؤسسة شهد مشروع بريق لذوي الاحتياجات الخاصة، حبوا يعملوا شوية أنشطة فعالية تربية للأطفال، كونه نحن أطفالنا ذوي احتياجات خاصة، فنحن عاملين مشروع لدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع أطفال أقرانهم من الأطفال السويين. يوم الطفل العالمي هو الرسالة منه إنه لكل طفل ذوي احتياجات خاصة هو ما له ناقص عن غيره، بالعكس هو مثله مثل أي طفل طبيعي، ما بينقص شيء، تفكيره غير، بس إنه هو كإنسان طبيعي مثل أي إنسان عادي. أقل ما ممكن نحن نقدمه للأطفال اللي هن بحاجة لنا، بحاجة للمعنوي، بحاجة للمادي، بحاجة لكل شيء، كل شيء. هو بيقول الابتسامة صدقة، فما بالك إذا نحن فينا نقدم كل شيء هذا. فعالية وقت الفرح نشاط ترفيهي هدفه دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم الأيتام. لعبت ورقصت ومسابقات ونعمل الهدايا كتير حلو. لعبت مع الأرنب، انبسطنا ورقصنا على مدى يومين. تضمنت الفعالية أنشطة ومسابقات وألعاب حركية ورقصات خاصة بدمج الأطفال واللعب مع الشخصيات الكرتونية والرسم على الوجوه.
مثل ما شفنا البسمة على وجوه الأطفال وهي الفعاليات والنشاطات فعلا بتعطي كتير دعم. الدعم المعنوي اليوم لسه أهم من الدعم المادي. خلينا نحكي أكثر عن هاي الفعالية، عن الأطفال كيف كانت فرحتهم، وأيضا شفنا شباب وصبايا متطوعين كانوا بهاي الفعالية. الأستاذ رشيد تواصل معي مشان هاي الفعالية فبلشنا تنسيق أنا وياه من بلت ما يقارب شهرين تقريبا شهرين طلت. أمننا المكان، أمننا الشركات، دعينا الشركات كافة لتشارك معنا بهي الفعالية. إجا البعض منا فباليوم الثاني كنت أنا ناشر بعض المقاطع الموجودة بالفعالية. ثاني يوم قرروا الكل انه يشاركوا معنا. يعني اليوم الارض الواقع بيكون غير اليوم وقت انت بتدعيني على انا. هل انا كنت من الاشخاص المدعيين على هذه الفعاليه؟ انا ندمت بصراحه، ما قدرت لظرف ما اني اروح يعني، ولكن دائما وقت الانسان بيلامس القصه بشكل واقعي بحب اكثر. يعني قد ايه عدد المستفيدين كانوا ضمن الجمعيه واللي حضرتك كنت مساهم بالتقديم لهم؟ عدد المستفيدين ما يقارب 300 شخص، 300 طفل يعطيك من ذوي الاحتياجات الخاصه والشلل الدماغي أشد فقراً بشكل. أستاذ رشيد خلينا نرجع هيك ونحكي أكثر عن المؤسسة، عن آلية عملها. هل هي تعنى برعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وبتختلف يمكن عن باقي الجمعيات؟ طبعاً إحنا عندنا قسم مختص بذوي الإعاقة بنركز كثير عليهم لأنه هن فينا نقول أقل ضعفاً بالمجتمع. إحنا عندنا التركيز عليهم بالأخص مثل ما شفنا بشوي بفعالية وقت الفرح. كنا احنا متوجهين لاطفال ذوي الهمم من المصابين بشلل دماغي والتاخر العقلي. كان في كثير عندنا اطفال سويين واطفال مصابين. كانت الهدف الاساسي من الفعاليه هو دمج ما بين الاطفال السويين والاطفال ذوي الاعاقه. هذا الدمج هو فيك تقولي ولدنا الفرح عند الاطفال السويين قبل الاطفال ذوي الهمم. السبب هو انه إذا طفل ذوي همم عم يلعب كذا ومدري شو، الطفل الثاني اللي هو السوي رح يشوف إنه هو عن جد شو ناصحه ما يفرح. تماماً. الفعالية كانت هي طبعاً جداً ممتازة وما فينا نقول نحن ندمنا على شيء أستاذة يعني. أنا ندمت ليش ما رحت. تماماً. الفكرة نحن ما في عندنا شيء اسمه ندم، نحن جايين لقدام. إن شاء الله في فعاليات لقدام. في فعاليات لقدام إن شاء الله. إن شاء الله إيدنا وإيدهم سبب. أكيد اليوم واجبنا واحد أستاذ محمد، يعني إن كان كمساهمين كان بالتغطية الإعلامية إن كان أيضا بالعمل التطوعي. حضرتك قلت أنه أنا نزلت وحبيت أكثر والناس بعد ما نزلت مقاطع صارت تجي لحالها أو بالضبط. يعني اليوم كل شيء على أرض الواقع اختلف. من خلال هاي التجربة البسيطة لحضرتك اليوم وقت منشوف طفل عنده من ذوي الهمام أو ذوي الاحتياجات الخاصة، هل بتشعر اليوم حضرتك كمساهم أنه أنت بحاجة لتقديم رعاية أكثر من الجمعيات التي تعنى بالأطفال العاديين؟ أكيد أنا إن شاء الله رح أكون داعم دائم لهي الفعاليات وبتمنى من جميع الشركات وجميع العالم انه يتقدموا بالدعم لهي الفعاليات. طبعا نحن كمان جاهزين لاي شراكه. تفضل استاذ محمد. نحن جاهزين لاي شراكه مع اي سبونسر او شركه يتوجه لعندنا على الجمعيه. نحن جاهزين انه هو يكون الاحتضان الرسمي من عنده، نحن نشتغل معه. طبعا هذا الشيء كله هيكون موثق ويكون على ارض الواقع. تماما. باعتبار عم نحكي عن الدعم وعن الشراكات وعن التشبيك، قديش اليوم مهم الدعم اللوجستي، الدعم المادي للجمعية، وأيضا قديش له تأثير على آلية عملها؟ لا طبعا الدعم اللوجستي هو كثير مهم للموضوع الموضوع الجمعية. الفكرة أنه أي عمل بيطلب شريك استراتيجي معه. طبعا نحن كمؤسسه نحن قادرين نحن نشيل فعاليه، ولكن لما يكون معنا اي جهه ثانيه هي عم تدعم الفعاليه. تماما. هلا مثلا مثل الاستاذ محمد هو يعطيه الف عافيه تواصل مع الشركات. الشركه ان كان مثلا الطفل اخذ هديه صار اخذ هديتين.
فلما الطفل ياخذ هديتين فاحنا بالعكس نحن بنبسط اكثر يعني تماما. فنحن العمل المجتمعي هو بيطلب للشريك الاستراتيجي بالاضافه الى السبونسرات اللي هي ممكن تكون داعمه بشكل بسيط او بشكل كبير، بس ممكن الشريك الاستراتيجي يكون معنا جاهز. اكيد استاذ رشيد واستاذ محمد، اليوم المجتمع الاهلي غير منفصل عن عمل الجمعيات، والسنوات السابقه اثبتت وجود مجتمعات الاهليه بالمساعدات بالتقديمات، حتى المغتربين كان لهم دور يعني بهيئه المساهمه. اليوم جمعيه ما فيها تشتغل اذا ما كان في داعم لها، يعني ان كان من وزاره الشؤون الاجتماعية والعمل كان من المجتمع الأهلي. اليوم إذا هيك حبيت توجه كلمة من حضرتك كونه خط هيئة التجربة وشعرت بشعور الأطفال ولامست هيئة الفرحة وشفت اليوم الناس كيف حبت تاني نهار، شو بتحب تقول لك الحدا اليوم هو قادر يكون مساهم بأي جمعية؟ أنا بطلب من أي حدا دعم هاي الجمعيات لتوصل لأعلى نسبة لتوصل لجميع الأطفال اللي بحاجة لهذا الشيء. حتى دور الشباب التطوعي أستاذ محمد، يعني اليوم هدول الشباب ما عندهم قدرة مادية بس هنهم عم يتطوعوا عم يدعموا هذا الشيء معنويا، عم يطلعوا عم يشوفوا على أرض الواقع قديش دورهم، وخصوصا شفنا كتير هاي الحالات وكتير من الشباب والصبايا حتى أطفال كانوا عم بيشاركوا بالأعمال التطوعية، قديش إلى دور بدعم هذا الشيء. حتى الشركات العاملين على الشركات كمان ساهموا ورأسوا ولعبوا مع الأطفال كلياتهم، كانت كثير كانت كثير فرحه. بنشوفك بيوم من الايام كحدا متطوع، بتحب تخوض التجربه استاذ محمد؟ ان شاء الله دائما. ونحن كمان والله نتمنى دائما يكون عندنا الوقت، ولكن نحن من كل واحد من منبره يعني كل واحد نحن اعلاميا اليوم عم نحاول نغطي كل هي الفعاليات. كلمه من حضرتك استاذ رشيد لكل حدا اليوم عم يشوفنا، لاعضاء الجمعيه اللي نحن بنوجه لهم شكر من خلالك لكل شيء عم يشتغلوا عليه. اكيد طبعا، من اول شيء بنوجه الشكر لمديريه الشؤون الاجتماعيه والعمل بريف دمشق اللي هي كانت احتضان من عندها الرسمي تماما، نحن ما فينا اي شيء نشتغله الا بيكون من تحت احتضانها الكريم تماما. وثاني شيء بنوجه الشكر لجميع اعضاء المؤسسه ولمتطوعين بشكل اخص، انا عندي متطوعين بالنسبه لي هن ايد اليسار وايد اليمين، ما في نقول بس ايد اليمين لانه هن بالنسبه لي هن حرفيا ايد اليمين لانه هن معي بارض الواقع نعم عم يشتغلوا معي تماما. فانا بوجه لهم الشكر لكل المتطوعين مؤسسة الرياضيون والمتطوعين بسوريا بشكل عام، ونحن جاهزين لاي متطوع جاهز يكون معنا على ارض الواقع. انا بتشرف فيه طبعا، بتشرف في اي شخص هو عنده الحس المجتمعي، نحن جاهزين لاستقباله عندنا كمتطوع. بنشكر الاخباريه السوريه طبعا كمان اللي هي كان لها الدور الاكبر طبعا. واجبنا اليوم استاذ طبعا الشيء اللي ليوصل لكل الناس، واجبنا اليوم الإضاءة على كل الأعمال الخيرية كرمال تكون هي منبر للشعب السوري وتكون هي رسالة ومسج لخارجية أيضا، إن اليوم نحن رغم كل الظروف عم نحاول نشتغل وعم نحاول ندعم بالإمكانيات المحدودة. بدنا نشكر حضوركم جدا كثير اليوم، بتمنى لكم التوفيق، إن شاء الله هيك بنشوف ولادات كثيرة لمساهمين ضمن الجمعيات إن شاء الله. اهلا وسهلا بحضرتك، كل الشكر لك استاذ رشيد ولكل الاشخاص القائمين على الجمعيات الخيريه وايضا لكل اعضاء مؤسسه رياديون، لكل هدول الاشخاص فعلا اللي عم يدعموا، وايضا لك استاذ محمد وكل الايادي البيضاء اللي عم تدعم هي الجمعيات الخيريه وحتى الشباب والصبايا اللي عم بيقوموا بهي الاعمال التطوعيه. شكرا لكم وعلى هال سبقوا بألف خير، نورتوا، صباحكم حلو على طول.